وافق مجلس الأمة في جلسة تكميلية اليوم على الاقتراحات بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في المداولة الأولى. كما وافق المجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون في شأن دعم الأندية الرياضية بمداولتيه الأولى والثانية وإحالته إلى الحكومة. وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح أوضح في مداخلة له خلال الجلسة أن هذا القانون يهدف إلى ترشيد المال العام وتنظيم عملية دعم الأندية وفق نشاطاتها، فالأندية الشاملة يصبح لها دعم موحد بينما الأندية المتخصصة تحصل على دعم وفق نشاطاتها. وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون في شأن دعم الأندية الرياضية بمداولته الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة، حيث أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم لحمود الصباح على أن إصدار قانون تنظيم ودعم الأندية من شأنه أن يرتقي بالحركة الرياضية ويرعى المواهب الشبابية ويعزز دور الكويت في مجال الرياضة. أسجل شكري وتقديري لمعالي الأخ رئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة على دعمهم المتواصل للرياضة والرياضيين في دولتنا الكويت. موافقة المجلس اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم دعم المقدم للأندية الرياضية والتوافق على زيادة سقف هذا الدعم إلى ما لا يزيد عن 750 ألف دينار ليؤكد على حرص الكويت والدولة في دعم الرياضة والرياضيين. نتطلع من خلال هذا التشريع إن شاء الله وهذا القانون أن تتم إشهار عدد من طلبات إشهار الأندية لتغطي محافظات الدولة وأيضا لتغطي الأندية التخصصية التي تراعي هوايات الشباب خاصة في مجالات الترويح والترفيه وأيضا في مجال الأنشطة الرياضية.